ومن منافعه أيضا اغتنام وجود ذلك بالازدياد من العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي يذهب. فإذا علمت قدر هذه الجهود المبذولة وأنك محفوف بها فينبغي أن تغتنم ذلك في الازدياد منه، فإن العلم الشرعي مرفوع من الأرض يوما من الأيام. ففي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتلك الجهود التي تترامى بين ناظريك ينبغي أن تغتنمها في الازدياد من العلوم الشرعية. وكم من بلد عرفناه فيه علماء وعلوم كان يؤمل أحدنا أن يصل إليه ليقرأ عليهم ويستفيد من علومهم، ولكن مر بهم من المحن والفتن ما مات به من مات من أولئك العلماء، وما اضمحل به ما اضمحل من تلك العلوم. فاغتنموا هذه النعم الجليلة المحيطة بكم من الجهود في نشر العلم الشرعي وازدادوا منه.